الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن اللذيذ الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصبر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا تشركون أفلا تذكرون يدبر الأمر في السماوات والأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا
दुआएं मांगी उसे भी कबूल फरमा ले, दुआएं नहीं हो उसे भी कबूल फरमा ले।